تعالوا نرحب هاتفيا بالكابتن عبد الظاهر السقا، نجم الكره المصريه والمدير الرياضي لنادي فيوتشر. كابتن عبد الظاهر اهلا بيك. اهلا بيك كابتن، ازاي حضرتك، اخبارك منور ايه؟ الدنيا كلها، كله كويس؟ الحمد لله الحمد الحمد لله. لله. تعادل النهارده تاني على التوالي، لسه المركز الرابع، لكن كان في فرصه للتقدم على مستوى المراكز. شفت ازاي اللقاء والنتيجه؟ بقول الحمد لله، طبعا الحمد ونعم لله. بالله. كنا بنقابل فريق النهارده، فريق محترم، عنده جهاز محترم، موقف في الجدول صعب، بيحاول يطلع بكل ماتش باستفادة. كان كسبان سموحة، وفي آخر الثانية اتعادلوا معاهم سموحة. فريق محترم جدا. اتنين، احنا لاعبين مع بيراميدز يوم الخميس بالليل، خلصنا الساعة 11 بالليل، اللي كان عندنا مجموعة من الإصابات كتيرة جدا، يعني أحمد عاطف لم يشارك النهاردة، عمر كمال، نيدفيد النهاردة مشارك وهو تعبان جدا، ايوه. عندنا سعد سمير كتفه عنده مشكلة في كتفه، فعندنا مجموعة إصابات وإجهاد غير طبيعي، ما قدرناش إن احنا نلحق نلعب اللعيبة. طبعا بشكر اللعيبة اللي لعبت، لأن الجو النهاردة كان فعلا صعب جدا، جدا صح. 38 درجة وحر جدا، مع الإرهاق، مع ضغط الماتشات. فطبعا حتى كنا بنحاول مع المسؤولين ان احنا نأجل المباراة للساعة 9 بس، فما نجحناش وكده. ايوه. فالحمد كان الرد ايه من جانب لله. المسؤولين لما طلبتوا تأجيل المباراة لا ولو احنا، لا لساعات؟ طبعا كانت الخميس بالليل، فالجمعة حبينا نتكلم من الرابطة ان هي تأجل لنا، طبعا رفضت تماما، لان دي مواعيد اتحطت خلاص، ايوه. وبنحترم طبعا كل المسؤولين ولعبنا طبعا، والحمد لله على النقطة طبعا، اللي احنا نحافظ على المركز الرابع، وده الشيء الأهم يعني بالنسبة لنا، ان احنا دايما المركز الرابع احنا طالما موجودين عليها ان شاء الله هنستمر في اللي احنا فيه، وان شاء الله نبقى في الماتشات اللي جايه نقدر نعوض ان شاء الله. احمد عاطف اصابته ايه؟ شد في السمانه؟ شد في السمانه، يعني كان النهارده قاعد على الدكه، ما قدرش ان هو يلعب مظبوط. النهارده. بدأته النهارده بايمن الصفاقسي وبعدها ايمن نزل الصفاقسي، ايمن الصفاقسي، في وبعد الشوط. كده اليو بدارة مظبوط. نزلناه في الشوط الثاني. لكن هل اصابه احمد عاطف ممكن تمنعه من الانضمام للمنتخب بما انه موجود في القائمه المبدئيه؟ ان شاء الله لا يلحق المنتخب باذن الله ان شاء الله، مع عشان كده ان الكابتن علي حافظ عليه النهارده، وما قدرش ان هو ده جاذب بيه النهارده عشان المنتخب، وان هو يقدر ان هو لو كابتن ايهاب كان محتاجه ممكن يكون متواجد معاه ويلحق المباريات ان شاء الله. بإذن الله. عمر كمال حالته إيه؟ عمر كمال عنده كدمه شديده شويه في ماتش بيراميدز، واتحامل عن نفسه ولعب في بيراميدز، وفي الدقيقة 60 خلاص ما كانش قادر فطلع. طبعا في يومين ما تقدرش تضيع الورم بتاع الكدمة، وصل لمرحلة صعبة جدا. فالنهاردة برضو كان معانا على الدكة، اشتغلنا معاه جهاز طبي بجلسات مكثفة، ايوه. لكن برضو ما قدرناش ان احنا نجازف بيه برضو عشان المنتخب برضو. وطبعا الدكتور محمد ابو العلم تابع حالته، تابع حالة عاطف، ومتابع حالة الناس كلها، على اساس ان انت طبعا انت الماتش مهم بالنسبه لنا، لكن الاهم اللعيب، وده الشيء مظبوط. المهم، ان احنا ما نجازفش. هو لو الماتش كمان يومين كان كل اللعيبه دي لعبت مفهوم تماما مفهوم. يعني. طيب اخيرا ايه الرساله اللي ممكن تقول